أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، إحنا الآن نتواجد بالقرب في جنبات بدل أحد أخطر الأماكن التي تتكون منها الساكنة لمنطقة الولفة ومنطقة الحي الحسني، هذه المنطقة المسمى أبطار الزماط اللي توقع فيها عدة سائقات ناطرة، اللي هي منطقة خلاء وتجمع فيها الواحد العديد من الناس التي تعاطوا الخمر والمخدرات بشتى أنواعها. وهذه المنطقة هذه اللي في العديد من المرات تلقوا فيها جثث، كذلك جردة وقعوا فيها عمليات ديال الاغتصاب لعدة فتيات. تبدأ تشوف معنا تتبع قناة شوف تيفي في الجنبات لهاد بقايا البناء اللي تلوحهم بعض الناس، وهذه مسؤولية ديال الناس المسؤولين على مدينة الدار البيضاء أنهم يلقاو واحد المكان ديال المكلاشيات وديال هاد البقايا ديال البناء وهاد الأحجار. ومو هذا المكان هذا كان واحد المنطقة خلاء اللي فيها واحد البناية قديمة اللي تجمعوا فيها واحد العديد من المجرمين والمتشردين والناس تتعاطاو عدة أنواع ديال المخدرات، وكذلك الناس اللي عاقوا الخمر. تشوفوا هنا استبيق تشوف تبي هذو هما المداخل ديال هاد المنطقة هذه. احنا غنحاولوا باش نقابلكم الصورة اننا نهبطوا لهاد المكان مستبعد قناة شوف تبي. إذا ستشوف معنا سباق شوف تيفي واحد المكان اللي نقدر نقولو أنه تيخلع في هاد الظلام وهاد الانعدام ديال الإنارة. إذا تبدا تشوفو أحد الدواب وأحد الحيوانات اللي كاينة في هاد المكان، زائد الكلاب الضالة اللي تتهدد الحياة ديال الناس ديال هاد المنطقة هادي. يعني كيف نشوفو بالطبيعة كنشوفو طبيعة قدامنا واحد البناية اللي هي بناية مهجورة واللي تتجمعو فيها المجرمين اللي تعاقو الخمر وتتعاطاو المخدرات بشتى أنواعها. ونظرا لهاد صعوبة التضاريس، السلطات الأمنية تقوم بحملات لكن تصعب عليهم أنهم يوصلوا لبعض الأماكن هنايا للضرب بأيادي من حديد على هاد المجرمين هادو. تشوف معنا سبيقا شوف تبي هذه هي المنطقة المعروفة أبضار الزماط. نتمنى السلطات ديال منطقة الحي الحسني أنها تحاول تلقى واحد الحل جدي على الأقل يحيدوا هاد المتلاشيات وهاد بقايا البناء باش تولي هاد الأرض هادي هاد المنطقة الخلاء تتبان، ويحاولوا أنهم يوضعوا فيها الأعمدة ديال الإنارة العمومية اللي تطوي هاد المكان هذا، وتحاول أنها تفاش هادوك المجرمين وتوضح هاد المكان هذا أشنو فيه. لان تفتح تسمع معنا تطبيق نشوف تفتح على المباشر اصوات الكلاب الضاله اللي متواجده في هذه المنطقه. ونتمنى من الناس المتابعين معنا في هذا المباشر، من الناس اللي غيشوفوا المباشر من خلال الصفحه ديال قناتهم قناه الشعب شوف تفتح، انهم يبارطاجيو هذا المباشر هذا باش توصل رساله المسؤولين على مدينه الدار البيضاء بصفه عامه والمسؤولين على منطقه الولفه الحي الحسني بصفه خاصه.
تن تسمع معنا تتبعها نشوف تبي الأصوات ديال الكلاب الضالة. لن تسمعوا كذلك أصوات ديال الحمي أعزكم الله والكلاب الضالة اللي تتنبح في هذا المكان وتتهدد الحياة ديال الساكنين ديال هذه المنطقات. إذا تتبع قناة فيتنج معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الحي الحسني الولفة بالضبط من منطقة الخلاء لازمك تشوف معنا رجال الأمن اللي يكونوا عين مكان ويتقوا الجولات لأنهم يحاربوا المجرمين هذو اللي تقوموا عليكم السلام اللي تقوموا لا سوف الله حفظك صحافة شوف تيفي. إذا تواصلوا معنا متتبع قناة شوف تيفي هذه المنطقة هذه اللي نتمناو من أن المسؤولين أنهم يقوموا بأنهم يحيدوا هذا الأماكن هذا ويطوروا هذا المكان باش يسهلوا المسؤولية على رجال الأمن اللي دائما تقوموا بحملات للضرب بأيادي من حديد على هذه المجرمين. إذا تتبع قناة سوق تيفي إلى هنا نكون وصلنا نهاية هذا المباشر هذا وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.